عليكم جميع الطلاب، ان شاء الله تكونوا بخير. راح نكمل شرح محاضرة الكيمياء ليكتشر 12 وطلاب طب نينوى. اخذنا بالبارت الاول مقدمة، مو مقدمة انما اخذنا تقريبا نص المادة او اكثر من نصف محاضرة 12 ليكتشر 12. يروح نكمل حتى بس نستذكر، احنا اخذنا الايونز ان ذا رايفيك سيستم، اخذنا الاس تو البيس، وعرفنا شنو الكونجيكيتد بيس شنو الكونجيكيتد سيستم، او العفو الكونجيكيتد بيس والكونجيكيتد اسيد. هسه يقول لك الامونيا اللي هي كالاتي NH3. الامونيا يعني اذا واحد يلحق عليها يقول والله هاي بيس، العفو اسيد لان تحتوي على اتش، لا هي بيس. اني بالبيس او من اصنف اسيد وبيس ما اقول هذا يحتوي على اتش، هذا يعتبر اسيد، مستحيل التصنيف مو يشترى. تمام، ليش اعتبرناه اعتبره بيس؟ هاي بس هو كاتبه بالتعريف. شوف الرسم الحقيقي او 3D احنا نسميه هو هكذا، يحتوي على 2 الكترون. المركب البيس هو مركب مشبع بالالكترونات، هاي الالكترونين، اذا يعتبر بيس لان البيس هو المركب الذي يحتوي على وفرة من الالكترونات في الغلاف الخارجي له القابلية على الارتباط مع البروتون اللي هو البوزيتيفلي تشارج، يعني بوزيتيف ونيجاتيف يرتبطون، متفقين؟ اختلفت الاشارات تنافر، اختلفت الاشارات تجاذب، تشابه التنافر، مو هيك بالفيزياء. اذا الاتش هو بوزيتيف تشارج وهذا عنده نيجاتيف، اذا البيس هو عنده بيس بير، العفو عنده بير اوف ذا الكترون انشارد، غير مشارك، موجود بالغلاف الخارجي الا القابليه انه يكتسب اتش. تمام، نشوف من يتفاعل مثلا، شوف راح يتفاعل ويا اتش 2 او مثلا ما ايش راح ينطي؟ راح ينطي ان ارتبطت هنا ب اتش وهي اصلا بها ثلاث اتشات زائدا او اتش. تمام، وهكذا. Many compound in the living system. Many compound in the living system like ammonia, like other reacts like ammonia ion. كثير من ال compound موجودة بالجسم تسلك سلوك الأمونيا، يعني لاقي بها أتشات بس ترى هي بيس لأن عندها pair of the electron. This group accept and donate hydrogen ion control acidity of the body fluid. هسا يقول لك certain ion and molecule can be both bronsted acid or bronsted base as shown in the following equation. اكو بعض المواد تسلك سلوك انفوتيري، سلوك الانفوتيري تعتبر بيس واسيد في نفس الوقت. يعني مثلا المي يعتبر اسيد وبيس من افاعل مي ويا مي. كيف ياهوتي تعتبر اسيد؟ نعتبر هذا الجزيئة اسيد ونعتبر هذا بيس، هو يسلك سلوك نفس السلوك، يسلك سلوك اسيد وبيس. تمام، يعني مرة تلاقيه من التفاعل تلاقيه ينطي اتش ومرة تلاقيه يسحب اتش، فهذا يسموه سلوك انفوتيري. هذا اسيد خلاص، هذا راح ينطي بروتون فيكون H3O زائد OH. هذا شنطة بروتون ايش صار؟ OH. هذا شان اسيد صار conjugated base، صح؟ هذا شنو كان؟ H2O اكتسب S H صار H3O، هذا شي يسموه؟ هذا base، هذا شي يسموه conjugated acid. تمام؟ هذا وهذا شي يسموه base acid conjugated، هذا وهذا شي يسموه acid base conjugated pair. تمام؟ منو عندنا يسلك سلوك انفوتيري؟ عندنا HCO3، وان شاء الله راح ناخذ هذا بجسم الانسان موجود، يعتبر بفر سيستم، مره تلاقي اسيد مره تلاقي بيس. من يصير الجسم الاسيديتي مال تعال تلاقي اسيد، من يصير الجسم اسيديتي تلاقي بيس. من يتفاعل ويا الماء شنطي، هسه خلينا نعتبره هسه اسيد، هو يسلك سلوك، هسه سلك سلوك اسيد بالله، راح ينطي الاتش مالته يتكون الى CO3 يتحول زائدين H3O. زين هسه سلك سلوك بيس حسب حالة السولوشن، هو الانفوتيريك حسب حالة السولوشن، إذا السولوشن كان بيس لا إيه هو أسيد والعكس صحيح. هسه هو بيس لازم ياخذ ال H يصير H2CO3 زائدا OH، صح؟ هذا يسموه انفوتيريك. نكمل. Write equation for following reaction of these wrong ions
ask both all the acid and base. هذه تبع conjugated acid base. يعني هذا المركب سوي لي تفاعل ويا المي. هل هو acid لو base؟ ما أدري. أنت شوف سوي لي تفاعل ويا المي وحدد لي يا هي conjugated acid يا هي conjugated base. وحدد لي conjugated acid base pair. تمام؟ pair يعني مزدوج. هذا المركب هو acid. إن شاء الله مني H صار conjugated base. هذا وهذا يعتبرهم acid base conjugated pair. هيج. Compound or ion involved in the acid-base reaction can be divided into two conjugated acid-base pair. اتفقنا عليه. Hydrogen chloride يعتبر completely ionized in the water لأن ينطي كل الأتشات مالته. This means that in water molecules capture most of the proton. كل بروتونات مال HCl ياخذها. And equal barium found the equation. هاي الإكويجن أخذناها. مجرد يعيد سرد القصة. شوف. هسه نجي صنفنا الاسيد الى طبعا هنا انا جدول منطيك الاسيدك مواد الاسيد ومصنف لك اياها الى على اسيدتي والاقل. الاسيد شنو يصنف؟ سترونج وويك. السترونج يصنف الى سترونج وويك سترونج. دير بالكم يعني هذا سترونج هذا سترونج مثل هذا ويك سترونج هو سترونج بس اضعف واحد بالسترونجات فيسموه ويك. تمام؟ الويك اسيد اللي هو اصلا ضعيف يصنف الى سترونج ويك والى ويك. تمام؟ يعني هاي مهمه شويه. يعني اذا قارنا اياه هو الاقوى بالاسيدتي هذا لو هذا؟ هذا. يعني هذا يسموه ويك سترونج بينما هذا يسموه ويك. يعني حسب هو تزايدي كل ما صعدنا كل ما زاد الاسيدتي. اذا General rule: strong acid weaker it is conjugated base. طبعا هسه مثلا خلينا نجي ناخذ مثال. ال HCl شو يعتبر؟ strong acid. عشان يعني من يتفاعل ايش راح ينطون؟ طبعا راح يصير H3O زائد HCl. مضبوط؟ هذا شنو هو؟ strong acid. وين الكونجيكيتد بيس مالته اخذ؟ شو يعتبر؟ ويك كونجيكيتد عكس. دير بالك عكس. سترونج اسيد ينطي ويك كونجيكيتد بيس. تمام؟ هاي المعلومه هو كاتب. سترونج اسيد اي ديفاين يعرف انه هو المركب اللي ينطي البروتون يمنح البروتون بسهوله وبسرعه. سترونج بيس هو المركب الذي له القابليه على اكتساب البروتون اللي انطال اسيد بكل رحابة صدر احنا نقول عليه. الويك اسيد هو المركب الذي يعطي الهيدروجين بقوة ما يقبل ينطي ما يتمنى انه ينطي الهيدروجين ينطي ولكن الا سلط عليه قوة نقول عليه. والويك بيس هو المركب اللي هو المفروض يستقبل البروتون بسرعة او بسهولة او برحابة صدر. لا هو ما يريد يستقبل البروتون يستقبله ولكن الا ان نسلط عليه قوه هيك فيسموها ويك بيس. هو مسوي هنا المعادلات شلون التفاعلات احنا اكيد سويناها. ionization constant of the acid and base. احنا اخذنا ثابت تفكك الماء. رح ناخذ ثابت تفكك القاعدة الضعيفة وثابت تفكك الحامض الضعيف. نجي على القاعدة الضعيفة ناخذ مثال لأي قاعدة. مثلا ماخذين خلينا ناخذ مثلا HCN مثلا زائد H2O ينطيني CN بلس H3O. ثابت تفكك الحامض الضعيف يرمزوا له KA. K ثابت تفكك كونستانت والA أسيد يساوي المتفكك على الغير متفكك يعني النواتج على المتفاعلات CN H3O
على المتفاعلات HCN H2O. ال H2O راح يعتبر ثابت وموجود في كل المعادلات الكيميائية، تمام؟ فمدام ثابت ما ينكتب، ينحذف، فيصير Ka تساوي CN. أنا أخذ غير مثال موجود بالملزمة H3O على HCN، يعني أخذ تراكيزهم أقسمهم يطلع ال Ka مالي HCN. هذا يسموه ثابت تفكك القاعدة الحافظة الضعيفة. إذا عندي دايبروتيك أسيد، شنو دايبروتيك أسيد؟ دايبروتيك أسيد يعني مركب حامض عنده 2H، تمام؟ يعني مثلا ولكنه ضعيف يسموه H2CO3. هذا مدام ضعيف كم H عنده؟ 2، إذا يحتوي على 2Ka، Ka1 وKa2. شلون؟ بس أعلمكم. هذا من يتفكك، أول ما يتفكك يتفاعل ويا H2O راح ينطيني HCO3. ليش؟ لأن ضعيف ينطي H1. ثابت التفكك مالته يسموه ثابت التفكك K1. ليش؟ على عدد الأتشات احنا اتفقنا. المتفكك الناتج على المتفاعلات، قلنا المي ثابت، يجي هذا الناتج يتفاعل النوم ويا مي. ليش؟ يعني بعد بي اتش ينطي سي ان عفو سي او 3 بلس اتش 3 او، ويكون كي اي 2 يساوي لنا سي او 3 في تركيز اتش 3 او في تركيز على تركيز اتش سي او 3، والمي ما ينكتب. وهكذا اذا عندي ثلاث اتشات K1, Ka1, Ka2, Ka3 وهكذا. زين، write equation of the ionization constant. اكتب ثابت، اكتب معادلات التفكك لهاي العناصر. تبارك القوي يختلف تعامله عن الضعيف، تمام؟ القوي ما بي Ka ما بي ثابت تفكك مثل الضعيف، انه هو قوي، هو كل الكونستريشن راح يعطيك اياه، ف يختلف التعامل ويا القوي. زين، هنا هذا المثال اكسرسايز اتوقع مسويه هنا ايش توس يعني. هسه ال H2CO3 تفكك الى اجزاء، طبعا احنا التفكك اما نضيف مي او ما نضيف مي، اذا ضفنا مي او ما ضفنا مي ما يختلف. يعني شوف هسه مثلا HCN، مثلا اذا فككناه ويا مي او بدون مي، اذا بدون مي راح يتفكك H زائد HCN، تمام؟ اذا فككناه ويا مي بس راح يختلف انه هذا يصير H3O، تمام؟ وال H3O هو نفس ال H مثل ما اتفقنا، فماكو فرق. تي تحبون تكتبوا هيج او هيج حسب الملزمه، انه ما نفكك بمي خلاص خلوا هيج. ماكو شيء يعني، مجرد عملية تفكك. شوف ال H2SO4 فكك بطريقتين، H زائد HSO4 بعدين HSO4 منطيني H زائد SO4، يعتبر strong acid، تمام؟ هو إلى Ka ولكن Ka مالته تكون جدا جدا قليلة لأن strong قوي جدا. ال HF ال H3B، شوف ال H3B و4 الى 3Ka. ليش؟ لان بي 3 اتشات. يقولك large value اذا كانت قيمة ال Ka عالية يعتبر strong acid، واذا كانت قيمة ال Ka صغيرة يعتبر weak acid. هم قلنا نقسم، او العفو يعني مو نقسم، اي نعم نقسم الاسيد الى strong ولا weak. ال Ka كلما كبرت كلما كان الأسيديتي أعلى. يعني مثلا منطيك طبعا للدايبوريك قلنا إلى Ka1 وإلى Ka2،
ال Ka2 دائما تكون أقل من ال Ka1 تمام؟ أخذها قاعدة. طبعا ال Ka ال BKa لما عندي Ka أكو BKa. شنو BKa؟ BKa هو ناقص لوغاريتم Ka سموه BKa. ليش؟ على مود ينطيك رقم صحيح ويصير أسهل بالحساب. منطيك مثال قال لك يابا HCN ال Ka مالته قد أربعة بوينت تسعة في عشرة سالب عشرة. ال HF ال Ka مالته ثلاثة بوينت خمسة في عشرة أس ناقص أربعة. يا هو القيمة ال Ka مالته على هذا. طبعا كلما قل السالب كلما كبرت القيمة، هاي معروفة. هذا أكبر، إذن هذا more acidic than HCN. تمام؟ يقول لك which is strong acid in each polymer pair of the acid. شوف هاي شون تعرفها. عندي جدول، هذا الجدول اللي ورا هنا، عندي قيمة ال BKa، قيمة ال Ka. تروح تجيب قيمة ال Ka مال هذا النيكولين. مثلا هسه عندك يقول لك HCl و HF، يا هو الأعلى أسيديتي. طلع قيمة ال Ka مال هذا من الجدول وتقارن، وهذا نفس الحكي وهذا نفس الحكي. تحلوا لي هذا. بيس ايونات كونستانت اللي هو ال Kb تاب التفكك القاعدة الضعيفة. تاب التفكك القاعدة الضعيفة نفس الحكي. هسه مثل ناخذ NH3 من يتفكك بماء شو ينضي؟ راح ياخذ بروتون فيكون NH4 زائدا OH. صح؟ صح. من يجي اسوي ال Kb مالته، Kb من اسمه K ثابت تفكك ال B بيس NH4 في OH نواتج على متفاعلاته ال NH3. قلنا الماء ثابت لنكتبه تمام؟ طيب خلاص ال Ka ال BKb ال BKb BKb شو يسمونه؟ ناقص لوغاريتم ال Kb. هذا باراميتر يستخدموه شلون ال BH ناقص لوغاريتم التركيز H. على مود يكون القيمة تطلع لي بال يعني عدد صحيح وحدا مود من أحسب يكون أسهل لي فقط. كذلك من كلما كبرت قيمة ال Kb كلما كانت ال يعني يعتبر سترون بيس. تمام؟ أنا بنطيك الأيونايزيشن. شلون نسمي الأيونايزيشن؟ هذا يعتبر شنو؟ يعتبر بيس، يحتاج ل H. من يتفاعل ياخذ H. زت ان يعتبر او يعني يعتبر بيس، هذا يعتبر بيس، هذا بيس ان بي او اتش، هذا بيس، هذا يعتبر يسلك سلوكين اما بيس او اسيد. اكتب الايونايزيشن كونستانت اكسبريم اوف ذا ايتش فولوينج بيس. رايت بيس ايونايزيشن كونستانت. اكتب لي هذا كي بي، طلع لي كي بي مال اي جي. هذا شلون طلع؟ موجود هو قدامك بالجدول. ثانية convert حول ال Kb إلى BKb. حول ال Kb إلى BKb. شلون أحوله؟ منطيك A تشي تسوي تقول BKb سامنا ناقص لوغاريتم Kb. ال Kb جد لوغاريتم مالته 1.4.54. مثلا نأخذ ال A، إحنا أخذنا مثال A في 10 أس ناقص 3 تمام. وجيب لك جيب لك حاسبه وتحسب. طبعا الضرب يحول الى جمع، فليقدر يقول ناقص لوغاريتم 1.54 ناقص لوغاريتم 10 اس ناقص 3. هذا شيء يتحول يعني لوغاريتم 10 اس ناقص 3 هو ناقص 3، في ناقص فيصير زائد 3 ناقص لوغاريتم. هاي بس التبسيط، هاي القيمة تطلع لي اياها لوغاريتم 1.5 5 5 4 طلع بالحاسب وتنقصها من هذه القيمة ويطلع لك البي كي. والبقية كنا نسوي على هذا الحد. البقية يعني البي حلوا لي اياها سي دي. المحاضرة حدنا خلصت. يعني اذا عندكم سؤال ثاني حاضر، اذا عندكم صعوبة تنويه بسيط انه عندنا اسيد وعندنا بيس. الاسيد
يتفكك على حسب الهيدروجينات اللي عنده. إذا عنده واحد يتفكك مرة واحدة، إذا عنده اثنين مرتين. عندنا الكي اي يحدد لي انه هذا سترونج لو ويك وهكذا. تمام، كذلك البيس. عندي سؤال، انا حاضر، شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.